يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. راح ندي سريع حالة. أخذنا الحالة والتكامل شنو؟ مباشر. كل دالة بحد واحد، واضح؟ كل دالة شو تكون؟ بحد واحد. لذلك احنا راح ندي هسه نقول إذا جتي حاصل ضرب دالتين، يعني شنو؟ يعني دالة مثلثية في دالة مثلثية. إذا جت دالة في دالة، إيش راح نسوي؟ إيش راح نسوي؟ إذا جت شنو؟ دالة في دالة. بس ركز دي بالحالة الثانية، ترى كلش مهمة. بس ركز وياي. نشوفها. إذا أخوان أو شنو؟ مو أخوان. شوف الدوال حاصل ضرب دالتين، اذا اخوان او شنو؟ مو اخوان. اذا اخوان يعني معناها شنو؟ بس ركزوا وياي، شنو الاخوان؟ سيكا تان، سيكا ثيتا بصوره عامه، وتان ثيتا، او كوسيكا ثيتا، كوتان ثيتا. هذول الاخوان شو بده يكونون اخوان؟ من الاس مالكم مش واحد، دير بالكم يكونون اخوان من الاس منو؟ واحد. هاي الاخت تعارس التكامل، شنو؟ الأخت تعارس. واضح؟ يعني شلون التكامل المباشر مالتنا؟ زين؟ الأخت تعارس. إذا جت حاصل ضرب دالتين، أولاً أشوفهم أخوان لو مو أخوان. إذا أخوان رسم الأخت تعارس، شو بده يكونوا الأخوان؟ إذا هذا اثنين بواحد يصير؟ لا، هذول مو أخوان. لازم واحد بواحد بيناتهم ضرب، هذا شنو أخوان؟ ولو احنا كنا حاصل ضرب شنو؟ دالتين، يعني كل بيناتهم ضرب. زين، الحالة الثانية إذا جت دالة في دالة. نشوفهم إذا أخوان لو مو أخوان، إذا أخوان رسم تكامل مباشر، الأخت تعارس. ويا لو لا، إذا مو أخوان. حاصل جرب اذا مو اخوان، هذا شنو؟ ملعب مو اخوان. جرب بالبدايه اولا، بعدين ثانيه. جرب اولا بعدين شنو؟ ثانيه. داله ومشتقته، نجرب داله وشنو؟ مشتقته. الداله ذات الاس الاكبر، مشتقتها ذات الأس الأصغر. واضح؟ إذا ما رهمت اعكسها، يعني الدالة شو تصير؟ المشتقة. يعني ذات الأس الأكبر شو تصير؟ المشتقة. وذات الأس الأصغر شو تصير؟ الدالة. أنا دافتي منكم تكوش مدة تامل مجال تفتهمون، بس جاي اعطيكم ملاحظات، زين؟ هسه راح اطبق وياكم على اسئله راح تفتهموها 100%. وياي ولا؟ هسه نجرب، اذا طلعوا اخوان الاخت تعرس، واضح؟ عندكم اخوان شو قالوا لي؟ الاخت تعرس. اذا مو اخوان لو نجرب داله ومشتقته، لو نجي اذا طلعت مو داله ومشتقته. نجرب داله ومشتقته. هاي داله وهاي شنو؟ وذا مرهمة تعكسها، هاي الدالة وهاي مشتقة. زين، إذا عكسناهم وهم مرهمة، يعني مو دالة ومشتقة، شو نسوي؟ شو نسوي بهالحالة؟ نتبع الخطوات الآتية. نتبع شنو؟ الآتي. أولا، هسه إذا أخوان الأخت كيف؟ زين، إذا مو أخوان جرب دالة ومشتقتة. هاي الدالة ذات الأس الأكبر الدالة، وذات الأس الأصغر مشتقتة. مرهمت شو أسوي؟ أعكسها. مرهمت كسيتها ورهمت، اجري هنا، واضح؟ هسه اذا مرهمت عكسها، زين، اذا عكستها مو هم مرهمت، واضح؟ يعني مو داله مشتقتها، اجعلها على هاي الخطوات. ويا لو لا؟
أن نرجع المقلوب إلى أصله. رجع المقلوب إلى أصله أولا. ثانيا، يتولد لدينا الشكل الآتي. هذا حالة خاصة. شنو هذا الشكل الآتي؟ لوساين على كوساين تربيع، لو كوساين على ساين تربيع. ويا المهم جوا تربيع، ساين وكوساين بس. لو ساين على كوساين تربيع، لو كوساين على ساين تربيع. يتولد الشكل الآتي. ثالثا، نجزئ المقام ونوزعه. بعد أربعة، نستخدم القوانين والمقاليد. واضح؟ نستخدم القوانين والمقاليد ونكامل. بس الشغله الوحيده، رجع المقلوب الى اصله، يعني احنا ما راح نحتاج مقاليد. راجعوا لي المقاليد، واضح؟ جدول الحل فوق شنو؟ مقاليد. لازم اراجع المقاليد، راح اراجع اياها، راح تحتاجون هنا مقاليد. واحد على ساين، مقلوب الساين كوسيكين، مقلوب الكوساين سيكين، مقلوب التان كوتان. ولا تنسون قوانين التان، التان هو شنو؟ ساين على كوساين، والكوتان هو كوساين على يمين على ساين. بالعكس، عكس التان. هذين هن المقاليد. هذين هن المقاليد. راح استخدم المقاليد والقوانين. يعني في هاي الحالة الثانية شو احتاج من الجدول؟ المقاليد والقوانين. ما قلت لكم الجدول راح تحفظوه. يعني شوي شوي راح استخدم فيه، واضح؟ كل حالة استخدم فد شغلة من عندي، لأن نحفظ الجدول. يعني يصير سهل علينا، لا شيلوا لها. واضح؟ هسه الحالة الثانية، حاصل ضرب دالتين. إذا جتني شنو حاصل ضرب؟ دالتين. يعني دالة مثلثية في دالة مثلثية. شوفهم إخوان لو مو إخوان. إذا إخوان لو تتعرس. إذا مو إخوان شوف بالبداية شو جرب؟ دالة ومشتقتها. منو الدالة؟ ذات الأس الأكبر. منو مشتقتها؟ زين مرة هم؟ عكسها. إذا مرة هم شو أسوي؟ عكسها. زين عكستها ومرة هم؟ نتبع الخطوات، نرجع المقلوب الى اصله. يعني اذا كوسيكا رجع لمن؟ واحد على ساين. زين، اذا سيكا شو رجع؟ واحد على كوساين. ويا له لا، يعني رجع المقلوب لمن؟ الى اصله. يتولد لدينا الشكل الاتي. هذا الشكل. واذا هو متولد بعد احسن، قبل نشتغل. بس صار هنا جينا ثلاثة ولا واحدة؟ لا، لو هذا وهذا. يعني اما هذا وهذا. نجزئ المقام ونوزعه. يعني شلون؟ انسان مو عندي ساين على يمن على كوساين تربيع الاكس، ايش راح اسوي؟ ايش راح اسوي؟ راح اجزئ المقام. ايش راح اسوي؟ ساين الاكس على يمن على كوساين في واحد على يمن. يعني هذا المقام اجزئه ووزعه. طبعا اجزئ المقام، هو مو تربيع، اسوي كوساين في كوساين. ها معلوم. نجزئ المقام ونوزعه. راح تجينا اسئله هواي، اسئله راح تفهم هواي اكثر. زين، بعدين نجزئ المقام ونوزعه، بعدين ايش نستخدم؟ قوانين والمقاليد. هذا منو قانونه؟ تام. وهذا مقلوب منو؟ واحد على كوساين سي. واضح؟ زين؟ ها حسين. استاذ هم نفس الاستاذ بس الزاويه مختلفه. زوايا مختلفه؟ مو اخوان. لازم نسوي الشامل بكل شيء، واضح؟ الشامل بكل شيء لازم. يلا عندي سبلة سبلة. نعم. نستخدم اكو يعني سؤال بين حالتين بس عادي ولا؟ تسع حالات، تسوي سؤال بتسع حالات. عادي. عادي ما في مشكلة، واضح؟ تسع حدود على تسع حالات.
ماكو مشكله. فانت يعني انت مو تحفظ الحاله الاولى الحاله الثانيه، لا انت شو تحفظها؟ تحفظها على شيء شنو؟ لا اذا جتك حاسبه رد عليك شو تسوي؟ تبدي المخطط يشتغل عندك. شوفوا من اخوان لو اخوان اخوان الاخت تتعرس ما لها صار ولا هم شو فيها تاكل شربت على ان شاء الله انت تخلص السؤال زين. اذا هم اخوان زين لو دالة مشتقتها لو شنو؟ لو هني خطوات ثلاثين ولا هاي بالبدايه نجرب هذا بعدين نجرب هذا بعدين ايسنا كلش من السؤال نجي على هذا ويا لا لا احنا وحده وحده راح نجي عليها هسه راح افهم يا انتم ما جاي تفتهموا معي انتوا نسبة الفهم ايش قد؟ واحد من 100 99% سنة لين لا تال واحد زين؟ يلا تكامل سي كي اكس تان الاكس دي اكس ثاني تكامل كوسيكي 3 اكس كوتان 3 اكس دي اكس ثالث تكامل x زاد سيك 2 x تان 2 x دي x رابع تكامل 9 سيك باي x تان باي x دي x خمسة تكامل ساين تكعيب 4 x في كوساين 4 x دي x ستة تكامل كوساين تكعيب ال x في ساين ال x دي x يلا نبلش هاي دالة في دالة حاصل ضرب نشوفهم اخوان لو مو اخوان واضح نشوفهم قابلهم سيكه تان اخوان الاسس ايش فيها؟ مش شابه واحد بواحد اذا مو مش شابه لازم واحد بواحد لا 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 الاسس هنا واحد بواحد بالذول ايش فيهم؟ اخوان منو تعرس؟ سيكه اكس زائد اس هسه اسال نفسي سؤال الاول ناكل رقم؟ لا هاي كو؟ لا يا ايه؟ خلص فهمت؟ سيكه تان ذول ايش فيهم؟ اخوان منو تعرس؟ الاخت كوسيكا كوتا هذول ايش فيهم؟ اخوان ليش؟ هذا اسم واحد وهذا اسم واحد هذول ايش فيهم؟ اخوان منو تعرس؟ الاخت من هي؟ كوسيكا 3 اكس زائد سي بس اسال نفسي اول من هذا اذكر رقم؟ اقل هذا كو؟ سبعة وياي؟ هذا هنا ركز وياي هذا ايش قد؟ اكس تربيع على تكامل دوال جبريه ايش هنا؟ هاي داله في دال حاصل ضرب دالتين يا حالة ثاني تجيني دالة في دالة يا حالة ثاني حالة ثانية شو تقول؟ تقول له شوفوا اخوان او مو اخوان؟ هاي سيكة وسا واحد وتان وسا واحد اذا ذول ايش فيهم؟ اخوان منو تعرس؟ سيكة اثنين سيكة اثنين اكس زائد سي اسال الاسئلة مالتي هنا اكو رقم؟ اقل هذا كو؟ ما هذا سؤال يبقى كما هو ها سؤال اذا كان هم اخوان استاذ الزوايا مختلفه هذول مو اخوان واضح؟ لازم الزوايا مشابهه يلا شو اقول عليهم؟ اخوان يلا وياي هنا التسعه ايش فيها؟ معامل التسعه معامل ينزل هسه وياي سيكي تان السيكي وسا واحد والتان يعني هذول ايش فيهم؟ اخوان من الاخوان؟ سيكي تان كوسيكا كوتا فذول الاخوان قالوا لا ذول الاخوان مش وقت يكونوا الاخوان بس هم واحد زين منو راح تعرس؟ سيكي باي زائد سي تفتهمون؟ لا تفتهمون؟ كلكم جاي تفتهمون؟ هذا سؤال؟ هذا؟ وياي التسعه ايش فيها؟ تنزل معامل سيكي تان اخوان او مو اخوان؟ منو تعرس؟ انا نزلت الاخوان. هسه اسال نفس الاسئله مالتي، اولا ركزوا وياي. اكو هنا رقم من وين؟ واحد على اخوان. الباي ترى رقم اعتيادي.
ويا له ولا يعني تقلبه من ناتج مع زين فالباي حالة حال اي رقم اكو هنا رقم من وين الباي يقلب بالناتج اولا بعد هاي اكو لا يبقى تمام ما حطها سالف عرفتين فشنو الملاحظة الجديدة مالتنا الباي الباي ترى رقم اعتياده حال حال اي رقم اذا موجود تقلبه زين يلا مو علي هنا هذول اخوان لا ارجع لي هنا شوفوا اذا اخوان يا لهوت طلعوا مو اخوان ركز وياي ساين في كوسان ساين في كوسان ها وياي زين ساين في شنو اخوان لا مو اخوان مو اخوان ركز مو اخوان اولا شو نجرب؟ دالة ومشتقة منو الدالة؟ ذات الأس الأكبر هي الدالة ومشتقتها؟ دالة الأس الأصغر يلا ركز وياي عندك هنا دالة في دالة دالة في دالة هاي الدالة وهاي ذات الأس الأكبر هي الدالة وذات الأس الأصغر هي المشتقة ويا لا لا ذات الأس الأكبر الدالة وذات الأس الأصغر مشتقة هسه شنو بحث عن مشتقة الدالة بس انتبهوا وياي مشتقة الدالة بدون الأس بس الدالة بدون الأس مشتقة الساين كوساين 4x في مشتقة الزاوية 4x مشتقة الدالة في مشتقة شنو الزاوية مشتقة الأربعة إكس إيش جت أربعة ويا هسه هاي منو الدالة مشتقة الساين بدون الأس بدون الأس واضح مشتقة الدالة تقول مشتقة الدالة بدون الأس يبالك بدون الأس زين يا وياي مشتقة الساين كوسين في مشتقة الزاوية احنا لسه هاي كم صار صار ملازمة قلبه لان هسه نجي نسلجيها واحدة واحدة المهم المشتقة لقيتها موجودة موجودة شو راح نقول زيد الاس واحد وقسم على اليمن على اس جديد هي كانت ثلاثة صارت زادا سي والما لقيتها واضح؟ تبحث كأنه شلون مشتقة داخل القوس؟ لقيتها زيد الأس واحد قسم فنفس الشيء هنا ويا لا لا فهنا شنو عندنا؟ الدالة ومشتقة الدالة ذات الأس الأكبر ومشتقتها ذات الأس الأصغر أبحث عن مشتقة الدالة لقيتها زيد الأس واحد قسم على بعدها تهمل واضح؟ شلون تهمل؟ تهمل زيد الأس واحد قسم على يمن على الأس والما لقيتها؟ أقلبها صار نفس المشتقة مع الساين صار مشتقة الساين شنو؟ كوساين المفروض انا اسالك عليه وانت سالت عليه لا اصلا مو الاربعة بصف الزاوية استاذ قلت ليش ما قلبت استاذ قصدي نانا تقلبها مو نانا؟ ليش تقلبها؟ هذا مو تكامل هذا اشتقاق مشتقة الساعة عادي هذا اشتقاق ميزة بين تكامل والاشتقاق نعم زين؟ بالاشتقاق هذا شنو مشتقة هذا شنو مشتقة لازم ترجع الفصل الثالث نعم مشتقة الدالة في مشتقة الزاوية مو في مقلوب الزاوية هذا التكامل مقلوب الاشتقاق مو مقلوب واضح؟ بدي وقت ما يصير شوي بيناتي ما يصير بيناتي هاي هنا شنو عندي؟ مشتقة هنا شنو عندي؟ تكامل واضح؟ هنا شنو؟ مشتقة هنا شنو؟ تكامل ها؟ واضح؟ اكو مشكلة؟ اجل هذا هذول اخوان لو مو اخوان؟ مو اخوان هسه المخطط قدامكم هذول اخوان لو مو اخوان؟ مو اخوان مو اخوان لو دالة مشتقتها لو نروح نتبع الخطوات اللي عندنا ويا لو لا زين بالبدايه شو نجرب دالة مشتقتها منو الدالة؟ كوساين ذات الاس الاكبر هي الدالة مشتقتها وهاي ذات الاس الاصغر اللي ما فيها اس اصلا وذات الاس الاصغر هي مشتقة مشتقة شنو؟ الدالة هسه مشتقة الدالة بدون الأس مشتقة الكوساين سالب الساين
وياي مشتق الكوساين سالب ساين. في مشتقة الزاوية ايش قال؟ واحد المهم بس ركزوا وياي، يعني المهم الساين لقيناه لو ما لقيناه؟ موجود. اذا زيد الاس واحد وقسم على اليمين زائد السي، والسالب اللي لقيناه؟ واضح؟ بس ركز وياي. يعني واحد شو يقول؟ يقول ها مو كو؟ ليش ما نحط لها سالب؟ زين؟ هاي مو كو؟ لا ركز وياي يعني هنا يطلع لنا كو. هاي مو كو؟ ليش ما نحط لها سالب؟ مو هذا السالب هو طلع عندك هنا فانت خال السالب. وياي ولا لا؟ انت خال السالب. هي مال مشتقة هي نفسها هنا راح تنزل مال تكامل. وياي؟ بس ركز لي. زيد الاس واحد وقسم على الاس الجديد كل شيء تحط من عندك. كل شيء تخليه هو راح يجي جاهز. وياي؟ نقول زيد الاس واحد وقسم على الاس الجديد كل شيء تحط من عندك. هو راح يجي جاهز من هنا راح تخليه هنا. عرفتي هن؟ واضح لو مو واضح؟ هاي حاصل ضرب ثالثين بعد ناخذ اسئله عليك. سبعة تكامل سيكا تربيع الاكس تان الاكس دي اكس ماني تكامل كو سيكا تربيع الاكس في كو تان الاكس دي اكس تسعة تكامل تان تكعيب 2 اكس في سيكا تربيع 2 اكس دي اكس يلا يا هنا حاصل ضرب ثالثين ولا لا؟ اخوان ولا مو اخوان؟ هذول اخوان لو كان نتائج قد واحد صح ولا لا؟ هذول مو اخوان صح؟ هي صح سيكتان بس انا مرفوع على راس ايش قد؟ اثنين اذا هذول مو اخوان اذا مو اخوان ركز لي هنا واتحرك وياي ركز لي هنا هاي هنا شنو؟ مو اخوان اذا مو اخوان لو داله مشتقتين لو شنو؟ نتبع الخطوات الآتية. هسه خلينا نجرب البداية شنو؟ من الدالة؟ ومن مشتقتها؟ يلا هاي هي الدالة. وهاي شنو؟ يلا نجرب مشتقة الدالة. بدون لبس. وياي مشتقة السيكة. سيكة؟ تام. بس تبي هاي هي الدالة اشتقيتها. هذا ني نياتي لقيت لو ما لقيت انت ايش لقيت وحده بس ما لقيت الثانيه اذا ما موجود لازم كلها تلقاها ويا لا لا لازم كلها نلقاها انا ايش لقيت؟ التان السي لقيتها ما لقيتها واضح؟ اذا شو اسوي؟ اذا رغمت عكس ويا لا لا راح اعيد انتبهوا وياي نجرب داله وشنو؟ الدالة ذات الأس مشتقة ذات الأس جربناها هاي الدالة ذات الأس الأكبر مشتقة ذات الأس الأصغر هاي الدالة مشتقة الدالة ايش قد؟ مشتقة السيكة سيكة تام لقينا بس نص احنا لازم نلقاها كلها زين ما لقيناها ركز وياي إذا مرهمت عكسها ويا لا إذا مرهمت تعكسها يعني شلون اعكسها؟ يعني هاي شو تصير؟ مشتقة هاي شو تصير؟ الدالة يلا مشتقة الدالة مشتقة التان سيكة تربيع موجودة ولا موجودة؟ موجودة زيد الأس واحد قسم على الأس وقسم على اليمن على الأس الجديد زائد أس لا هاي الأس على الأس الجديد بس على سيكة تربيع بها قوس نفس الخطوات شلون؟ هذا انت عليه تربيع؟ اي هذا نفس الشيء قلت لك تجي الساعه ملاحظه بانه التربيع على الداله يصير تسوي على الداله والزاويه فنفس الشيء واضح؟ يلا هذول اخوان؟ اخوان لو كانت الاثنين موجوده وصلوا لا؟ اذا شو نجرب داله؟ هاي الداله وهاي مشتقتها لا تبس اكبر الداله لا تنسى الأصغر؟ يلا مشتقة الدالة
مشتق الكوسيكي سالب كوسيكي كوتر مو التفاضل مرات تطلع طلع وياك مو يجيله لا اصلها كوس شو نحطه سالب مشتقة الدال هاي الدال اشتقيته لقيت ان كلهن لا لقيت بس ال كوتر ما لقيت الكوسيكي اذا مرهمت مرهمت اذا مرهمت شو اسوي الدال شو يصير مشتقة شو يصير دال دال مشتقة الكوتر سالب كوسيكي طبيعي لا 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 المهم الكوسيكي موجود لقيت لو ما لقيت اذا الدالة زيدها واحد وقسم عليها بس زائد والملكين ها سالب ها واضح؟ استاذ الوزاري يعني ما تقول له هاي الدالة اي طبعا شلون لاحق تحل الوزارة اي طبعا شلون مداحل هذه تحل الوزارة زين؟ يلا هسه وياي هاي شنو هاي؟ مو اخوان هاي شنو؟ تام وهاي؟ سيك اخوان لو مو اخوان؟ مو اخوان ليش؟ لانه اسس فيها مو واحد اذا مو اخوان فاذا مو اخوان شجر بدالة هاي من هي؟ الدالة وهاي شنو؟ مشتقة مشتقة الدالة بلو ذات الوس الاكبر التام مشتقة التام بدون التفعيل في بالك لا تريدون تخلصون من عنده سوي هيك واضح؟ كلها تفعيل بدون التفعيل بس اللي مشتقة الدالة بس ما داخل القوس مشتقة التام سيكا تربيع في مشتقة الزاوية دير بالكم تنسون مشتقة الزاوية هاي تنسى واضح؟ مشتقة الزاوية دير بالكم تنسوها على كيفكم شوية وهي مشتقة الزاوية دير بالكم تنسون مشتقة الزاوية عليكم والله لا تنسون مشتقة الزاوية ذمة بربكم ولا تنسون مشتقة الزاوية إن شاء الله يصير بجهنة من ينسى مشتقة الزاوية اتفقنا؟ زين؟ دير بالك تنسى مشتقة الزاوية ترى حل كله يصير عندك شنو؟ خطأ دير بالك تنسى مشتقة الزاوية لأن أكو بعض حالات تعتمد على مشتقة الزاوية عندي حالة تعتمد على يمن على مشتقة الزاوية فدير بالك من تشتق أي دالة أي دالة طايح حظها تشتقها شنو لازم تشتق وياها؟ الزاوية مالتها وياي؟ أي دالة تشتقها أي دالة مثلثية تشتقها لازم تشتق وياها شنو؟ الزاوية مالتها واضح؟ فلازم تشتقون الزاوية وما تنسوها المهم السيكة تربيع لقيناها موجودة موجودة نفسها بالضبط؟ نفسها خلينا نزيد بس واحد مقسم على سجل يعني تلاحظ يصير بس أربعة على أربعة زائد سي أو هنا نطلع أربعة كيف؟ جاي؟ هيجي تسويها أو هيجي تسويها ماكو مشكلة على القوس كله لو عدالة ماكو مشكلة والملكين ها احسب تانا اربعة عليه وثمان زين ركز ويانا انا شو اخذت هسه؟ اخذت اسئله اذا كان اخوان بس لو كنت عبس اخذت اسئله دالوا مشتقتها اخذت اسئله مرهم الداله مشتقتها سويت عكسناهم لا 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 هسه اذا عكسناهم مرهم شو راح اسوي؟ إذا عكسناهم شنو؟ مرهم ايش راح اسوي؟ عشرة تكامل كوسيكي تربيع الاكس كوساين اكس تي اكس داش تكامل سيك تربيع الاكس ساين الاكس دي اكس يلا يلا وياي ابي انتم شنو؟ حاصل ضرب الحاله الثانيه انت تجينا حاصل ضرب دالتين ما مو شرط اتذكر انا يا حالي بس لازم اتذكر شنو الملاحظه مالتي زين حاصل ضرب دالتين اول اجرب مو اخوان مو اخوان اذا مو اخوان مو اخوان اجرب هاي دالة هاي شنو؟ مشتقة مشتقة الكوسيكي
قوسين كوتا موجودة؟ لا نعكس هاي الدالة وهاي مشتقة مشتقة الكوسا ساعد موجودة؟ لا عكست ومرة مات ولا لا لا زين إذا عكسناه مو هم مرة مات يعني مو دالة مشتقة شو نسوي؟ نتبع الآتي أولا نرجع المقلوب إلى أصله يلا وياي أول خطوة تبويع الخطوات من المقلوب الكوساين والكوسيكين الكوسيكين صار لا أرجع على أصله شنو أصله واحد على سالب هو عليه تربيع أو عليه تربيع ويلا لا أرجع المقلوب من إلى أصله هسه الكوسان في واحد كوسان ساين تربيع في واحد ساين تربيع اكس وياي اولا نرجع المقلوب لمن؟ الى اصله نرجع المقلوب الى اصله اصل الكوسيكا واحد على ساين ها تفهمون ولا لا؟ يتولد لدينا الشكل الاتي ساين على كوسان تربيع أو كوساين على ساين تربيع هسه احنا هنا ايش عندنا كوساين على ساين تربيع نجزئ المقام ونوزعه نجزئ المقام ونوزعه يلا وياي هذا المقام من فين جاي ساين في ساين كوساين اكس على ساين في شنو في ساين نجزئ المقام ونوزعه واحد جاب الكوساين وواحد ما عنده شيء شنو نكتب واحد بعد نجزئ المقام والجزئ الوزع نستخدم القوانين والمقاليد كوساين على ساين منه كوتا واحد على ساين منه كوسيكين هسه رجعوا اخوان او مو اخوان شنو راح تعرس كوتا كوسيكين هذا اشتغلت كلها حتى اطلب من اخوان كوتان كوسيكا اخوان او اخوان اخوان من راح تعرس الكوسيكا زاد شنو سي اولا اكو رقم لا ثانيا هاي كو هذا هسه حليته وطلعت اي دائما يطلع هيك استاذ زين اذا طلع اخوان بس واحد عليه تربيع مثلا كوسيكا عليه تربيع هنا ايش راح تسوي؟ هاي داله مشتقه داله مشتقه يعني انا هاي حاسب ضرب دالتين بعدين اشتغل 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 هذين الخطوات بس حتى شغلوهن حتى رجعنا اخوان واضح؟ وانا عمودي بس على الاخوان وهاي تكامل الاخوان على الاخوان يعني فكرته يعني لازم الا رجعنا اخوان يعني؟ رجعنا اخوان رجعنا داله مشتقتها يعني رجعنا صوره الحل مو ما تنحل هاي صوره حلت الشغله واضح؟ يلا وياي ثاني هذولي حاصل ضرب دالتين شوفوا يا الاخوان مو اخوان لو داله مشتقته انا اتبع الخطوات خلينا نجرب داله مشتقته هاي الداله هاي شنو؟ مشتقة الكوسيكا او عفوا مشتقة السيكا سيكا دال موجوده؟ لا زين اقلبها مشتقة الساين موجوده؟ لا اذا مو داله مشتقته ويا لا تعرفون ترتيب شلون يصير؟ اذا مو داله مشتقته شو نسوي الان اذا مو داله مشتقته؟ نرجع المقلوب الى اصلا هذا يصير ساين الاكس يصير نرجع المقلوب لمن؟ الى اصلا اللي هو شنو؟ واحد على كوساين تربيع الاكس سال بس في البسط والمقام في المقام ايش راح يصير؟ ساين الاكس على كوساين تربيع الاكس بعد ليتولد لدينا الشكل الاتي ساين على كوساين تربيع واضح؟ وراش نسوي؟ نجزئ المقام ونوزعه ايش راح يصير؟ ساين الاكس على كوساين على كوساين الاكس في واحد على كوساين الاكس كل شيء ماكو شكل واحد جزئ المقام ونوزعه جزئته وراش نسوي؟ نستخدم القوانين والمقاليد ساين على كوساين تمام تمام واحد على كوساين رجعوا شنو؟ هذول اخوان منو تطلع؟ سيكا عكس زادوا شنو؟ هذا كو رقم؟ هذا كو؟ تمام
استاذ ساين الاكس استاذ مهم المقلوب استاذ واحد على كوسيكا احنا بوع المقلوب مقاليد هذه دوال الاصليه وهذا اللي مقاليد واضح نرجع المقلوب يعني الاصل استاذ يعني بس ابو التربيع اي ابو ها مو ابو التربيع ابو المقلوب هذا كوسيكا سيكا كوسيكا يعني. اي واضح ها ثنتوهن زين حالات الثلاثة ثنتوهن إذا أخوان رأس التكامل مباشر إذا مو أخوان دالوا إذا مو دالوا مشتقتين نعكس واضح إذا عكسنا مرة ما أتبع الخطوات الآتية هلا نأخذ السؤال السؤال الأخير على على هاي الحالة الأخيرة على مود تثبت عندنا ماتش تكامل واحد زائد كوساين اكس على ساين تربيع الاكس دي اكس عندي داله بالبسط كثيره الحدود والمقام وسع المقام البسط تمشي ترى انا مثل ما قلت لكم تمشي هذني القواعد السته يمشي هنا شوف البسط والمقام البسط ايش فيه كثيره الحدود والمقام حد واحد وسع المقام ومعادله وطرق للحل بس انا امشيكم على اسهل طريقه باعتبار يعني جانبي مبدئيا بالتكامل واضح شرح اسمع عندنا واحد على ساين تربيع الاكس زائد كوساين الاكس على ساين تربيع الاكس دي اكس الحمد لله انها هي الصوره السابقه. اي هسه نجيها واحده واحده. هسه وزعت الساين على واحد والساين على يمين على الكوسين. ركز وياي. واحد على ساين منه؟ كوسيك. كوسيك مقلوب وراسه موجود. زائد. هاي صوره لو مو صوره؟ صوره. هاي صوره هاي ولا لا؟ يجيني كوسين على ساين. يجيك ساين على يمين على كوسين تربيع. او. كوساين على يمين على ساين تربيع هاي الصوره دائما من تجيك هذين الخطوات تسويها سواء هي تجيك بالسؤال او انت تولدها واضح؟ لازم هاي الخطوات تسويها شنو الخطوات؟ نجزئ المقام والوزع ساين اكس في شنو؟ ساين الاكس كوساين واحد دي اكس يلا كوسيك تربيع الاكس زائد كوساين على ساين كوتان صح؟ واحد على ساين كوسيك اكس دي اكس هسه بدين كامل تكامل الكوسيك من اخوها؟ كوتان كوتان هو يطلع يسوي عجوز من يطلع يسوي كذا؟ اخوها من اخوها؟ كوتان اولا بس ركز هاي انثى اولا هاي اكو رقم؟ لا ثانيا هاي كو؟ صحيح صحيح ثالثا ذكر لو انثى؟ انثى كما هي اذا ذكر فلا ناقص زاد هاي حاصل ضرب دالتين ولا مو اخوان؟ اخوان اخوان من وين راح تطلع الحرس؟ كوسيك كوسيك زاد السي هسه نسال نفسنا اولا لا اكو رقم؟ هاي كو؟ شنو نحطها؟ ها زين لو صعب واحد يدفع انت من يكون عندك حاصل ضرب دالتين تختبر ذني ثلاث شغلات ذني لازم تختبر اخوان لو مو اخوان جرب داله مشتقه اذا مو اخوان جرب داله مشتقه مره مره عكس مو لازم على خطوات عكس كسيده مره مره روح اتبع هاي الخطوات مالك واضح؟ اتبع هاي الخطوات اللي عندك. بس السؤال الثامن في ذلك عندك؟ يا سؤال؟ الثامن؟ نعم. اي يسعد الله. السؤال الثامن. كوسيك تربيع كوتان. تكامل. كوسيك تربيع الاكس كوتان الاكس دي اكس. اسوي هذا. هاي بيناتهم شنو؟ ضرب اخوان؟ لا لا ليش اسمه واحد؟ مو اخوان
تنجرب دالة و مشتركة. هاي الدالة صوت الأس الأكبر، وهاي شنو؟ مشتركة. صح ولا لا؟ مشتقة الدالة، مشتقة الدالة، مشتقة الكوسيكة، كوسيكة كوتا. في التفاضل اللي أصله كوشن حطلع سالة. ركز وياي، انت اشتقيت شنو عندك؟ الدالة. هذا لقيتها كلها هذول؟ لا. إذن مو موجودة، شو أسوي؟ أعكس. هاي شو تصير؟ الدالة. وهاي شو تصير؟ مشتقة. بس شو أقول؟ مشتقة الدالة. من الدالة؟ كوتا. كوتا. مشتقة الكوتات؟ كوسيكة. كوسيكة. الأخ نطلع أخته شو لبسه؟ عباية. صح ولا لا؟ زين، اللي أصله كوش مفضل؟ سالم. ركز وياي، هذا لقيته لو ما لقيته؟ موجود. زيد الأسود. إذا زيد الأسود كوتان الإكس تربيع على اثنين، زاد شنو؟ زاد تربيع، خليه هنا، خليه على القوس نفس الشيء. لا لا، زين وين ما لقيناه؟ خليه من هنا. ها عيده بعد؟ اكو عندكم سؤال؟ اكو بعض الاسئله هسه بغض النظر عن الحاله الاولى او الثانيه. يعني مو يم الحاله لا الاولى ولا الثانيه. اكو بعض الاسئله لازم الجدول يشتغل عندكم، جدول الحل. يعني مثلا هاي هيك اسئله بعدين ناخذ المره الثانيه، واضح؟ بس على مود تصير عندكم فكره شلون تحفظون الجدول. يجيكم واحد ناقصه ساين تربيع الاكس دي اكس. تكاملوها. تكاملوها. تكامل الواحد اكس. اكس. يلا تكامل مال اثنين. تكامل الواحد اكس. اكس. ناقص هذا ناقص. تكامل الساين تربيع عجوز. وصل ولا لا؟ عجوز. تكامل العجوز. نص كيلو اكس ناقص ربع كيلو اي مش قد الاي؟ واحد ساين اثنين اي اكس زادت سي. ركز وياي، هذا تجمعهن اكس ناقص نص اكس. نص اكس. صحيح ولا لا؟ ناقص واحد على اربعه ساين اثنين اكس زادت سي. هاي جمعتي. واحد اكس ناقص نص اكس يعني نص اكس بقى. واحد نفس نص نص. واضح؟ هاي اذا تريد تكاملها نسيت. اذا واحد منتبه يقول واحد ناقص ساين كوساين دي اكس. هذا اللي حافظ الجدول. واضح؟ والجدول ضروري نحفظه. صار يعني هذا صح وهذا صح؟ يا تنصح. واضح؟ بس مرات تكون مجبور تطبق شنو؟ تطبق تحويله. هاي واحدة. أي سؤال تريد تحله بالتكامل بدنا فصاعدين. أي سؤال تريد تحله بالتكامل تشوفه بيه تحويلة لو ما بيه. إذا بيه تحويلة رأسه تحول. رأسه تذب التحويلة مالته. يعني مثلا هسا واحد ناقص ساين تربيع منه؟ كوسين. كوسين. تكامل الكوسين عجوز جابت نص كيلو اكس. وصل ولا لا؟ بعد زائد ربع كيلو. ربع كيلو شنو؟ اي اللي هي واحد. ساين اثنين اكس زائد سي. واضح؟ الفرق شنو هو؟ لان كان ساين لان سالب وجاء سالب وصار موجب. لان هذا سالب للكل طبعا. واضح؟ سالب للكل. هذا حسن موجب. واضح؟ هذا سالب لمن؟ للكل. دير بالك من عنده. هاي راح نحلها مره ثانيه. هذا ان شاء الله كلها حلوه. زين وانبهكم بوقت تعليم. فطلع نفس الناتج عندي. كوساين تربيع الاكس. وهاي السؤال. يعني واحد لا يدري ايش يكون ساين في اليسار. يعني اي واحد عادي. واضح؟ بس انا بدي اعلمك انه لازم تحفظ شنو؟ تحويلات. لا شو تكتب من جوا الاستاذ؟ بعد اسئله تجيك بعدين لازم تكتب التحويله مالتها. انت يمي وكل المجمل. كل الاسئله مجبر. واضح؟ كل الاسئله وين ما تجيك تحويله تكتبها. واضح؟ تنتبه على السؤال. تنتبه على السؤال. بتحويله لو ما بتحويله. يعني مثلا اجاك يجي كوساين تربيع الاكس ناقصا ساين تربيع الاكس دي اكس. واحد 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 واحد
ما بدي احاول اضرب نفس الطلقه والله نفس الثلاثه اقول لكم على هاي الشغله الله ما في ساوي صار هذا واحد وهذا واحد كوساين تريد تقابل الكوساين نص كيلو هاي زاد ربع كيلو هاي زاد سان اثنين وهذا نفس الشيء نص كيلو هاي وبعدين تجمعها راح عندنا نفس الناتج هذا بس انا ما عندك ايش تسوي هاي تاخذ التحويلات كوساين تربيع ناقص ساين تربيع هذا من وين؟ كوساين ضعف الزاوية صح ولا لا؟ يلا هسه كامل تكامل الساين تكامل الكوساين ساين اثنين اكس زائد سي هذا يقلب وهذا مو كوب شو شلون سهلت عليك العملية؟ مو؟ مثلا واحد زائد تان تربيع الاكس دي اكس سيكت تربيع صح؟ واحد زائد تان منه؟ سيكت تربيع الاكس دي اكس واضح؟ تريد تكامل هذا واحد وهذا واحد يتكامل بس انا ما اريدك ايش تسوي؟ اريدك تتبع التحويلات لان اكو اسئله لازم تحول بيها يعني لازم تحفظ شنو؟ التحويلات فانت يمي مجبر على انه اذا اكو تحويله بالسؤال تحولها واضح؟ سيكت شو منو اخوها؟ تمام طلع سوا قلها زاد شنو؟ لا اكو رقم ولا اكو وهاي انثى بعد تمام اثنين ساين اكس كوساين الاكس دي اكس ضعف الزاويه وصلوا لا اثنين ساين اكس كوساين اكس هاي من وين؟ ضعف الزاويه راح يصير ساين دي اكس ساين ضعف الزاويه هاي بدايه كلها بدال الداله ومشتقتها وبدال هاي الهوسه كلها ساين ضعف الزاويه يلا شو راح يصير عندنا هنا؟ كوساين 2 اكس زائد سي اكو رقم قلبه وهذا كوساين واضح؟ واحد يقول زين اذا تبعد داله ومشتقتها ترى صح مو يعني مو خطا صحيح زين انتم ترى كامل عليها بالوزاره زين واحد يقول اذا اريد اسوي داله ومشتقتها يا الداله اي وحده الداله؟ صح ولا لا؟ مشتقه الساين موجوده مشتقه الكوساين موجوده فاي وحده الداله ما في مشكله يبقى بالكم على اليمن التحويلات يبقى بالكم على التحويلات يعني مثلا اجيب لك ان شاء الله سؤال ساين تربيع الاكس زائد الكوساين تربيع الاكس على اليمن على مثلا سيك تربيع الاكس دي اكس هاي لفظ صافن مو لفظ صافن شو توزع يا معود؟ ساين تربيع زائد كوساين تربيع من هو هذا؟ واحد على اليمن على سيكة تربيع الاكس شوف شلون السؤال راح تسأل هو واحد على اليمن على كوساين تربيع الاكس هذا عجوز تروح الثاني عرفتين فالتحويلات هي المنقذات مال من؟ مال التكامل مو هن اللي صعبات التكامل هن اللي يسهلن التكامل واضح؟ يعني مثلا السؤال انا اعطيك هسه سؤال انت تحل افضل هذا السؤال من عندك؟ لا هنا زين اذا جاني سؤال هسه كوساين تربيع اكس هاي كوساين تربيع اكس اذا جاني بالعكس كوساين زائد ساين نفس الشيء مو صح؟ ها ها اجت تشوف اجت تشوف اي مصطفى قال قلت لك مثلا هانو ساين زائد كوساين اذا كان كوساين زائد ساين نفس الشيء نفس الشيء واحد ومو زائد عمليه داليه اثنين زائد واحد ثلاثة زين واحد زائد اثنين زائد ثلاثة مو صح ولا لا؟ فهي عمليه داليه صح ولا لا؟ عمليه شنو هي؟ ساين زائد كوساين ساين تربيع زائد كوساين تربيع ايش قد؟ كوساين تربيع زائد ساين تربيع هي نفس الشيء عمليه داليه صح ولا لا؟ يلا وياي يلا واحد على كوسيك تربيع الاكس ناقص واحد دي اكس يلا
إلك خمس دقائق تحل. لك خمس دقائق احنا شو محتاجين هنا؟ المن كوسي. لو نفترض العالم الرياضيات كله نلقى بس هو التحويلات المن كوسي مو صح؟ هاي تسمى التحويلات الحسية الذاتية صح ولا لا؟ الجدول الثالث هو ثلاث حقول. الحقل الأول تحويلات التربيع ما عندنا هنا. الحقل الثاني تحويلات ضعف الزاوية ما عندنا ضعف الزاوية. التحويل الثالث الجدول والحقل الثالث تحويلات الحسية الذاتية صح ولا لا؟ زين تحويل إذا أردت للكوسيكا للكوتان موجودة، للتان والسيكا موجودة. زين اللي التحويل أنا أريدها لمن؟ الكوسيكا. هاي بس هاي بالضبط. واحد زائد كوتان تربيع الإكس يساوينا كوسيكا تربيع الإكس. هاي اللي عندي صح ولا لا؟ هاي ترى التحويلة مو ألا هيك قوي بيستحفظها. ترى مرنا التحويلة المرة هاي هو كوسيكا ناقص واحد. حول الواحد من هنا صار واحد. شو راح يصير؟ كوتان تربيع الاكس يساوي لنا كوسيكا ناقص واحد. ويا لا لا اذا انت رد التحويله هم من؟ لا تتعب نفسك هي بس هاي. من تريد تحويله للكوسيكا وللكوتان بس هاي. من تريد تحويله للسيكا وللتان بس هاي. واحد زائد تان تربيع يساوي لنا سيكا تربيع. بس هاي عندك للكوسيكا وبعد للكوتان، بس هاي للسيكا وبعد وللتان، ما عندك غيرها. الحقل الاول والثاني المن الساين والكوسان، ضعف الزاويه والتربيع. زين؟ فالتحويلات الوحيده اللي عندي للسيكا والتان هاي. التحويلات الوحيده للكوسيكا والكوتان هاي. فاللي اريده من عندك هاي الاسئله اللي انطيك. زين؟ اريدك تضبط لي بيها التحويلات. موجودة بالملزمة. بعدين ناخذ من غير حالة، واضح؟ بعدين ناخذ من غير حالة. هذه موجودة، بس اللي أريده من عندك تعرف أنه مو بس واحد زائد كوتان تربيع تحط كوسيكا. واضح؟ من تحتاج الكوسيكا أيضا تروح على هاي، تحول الواحد يطلع لك كوتان يساوي، تلفتهم لو لا؟ فالكوسيكا ناقص واحد شنو طلع عندي؟ كوتان. واحد على يمين على كوتان تربيع الإكس دي إكس. تان مقلوب الكوتان تان تربيع الاكس دي اكس. هذا عجوز اللي يطلع يسوق بنفسه يطلع شاف وياي. هذا شنو هذا؟ ذكر. اكو هنا رقم هذا كو ذكر شو حطله؟ ناقص اكس. تفهم؟ هاي هي التحويلات. هذين الاسئله بس على مو تحفظهم التحويلات لا اكثر ولا اقل. زاد هنا كوتان تربيع على قانونها مع كوسان على زاد قلبته طلع لي ماكو مشكله. زين بس انت هو مقلوب الكوتان تان